منيحة هاي هاتنا شيلة. بسم الله حلوة. شو رأيكم هلأ نفوت على المطبخ ونعمل شي بيشبه الجذع الشجرة بس بيتاكل؟ صباح الهوى النظيف، يا صباح الرواء والهدوء والسكينة. قبل ما بلش الفيديو بدي سلم عليكم جميعا، بدي قلكم انا بتمنى تكونوا كلكم بألف خير. انتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم ومبسوطة من كل قلبي على الكومنتات يلي عم شوفها، يعني بتكبروا القلب. عائلة ليلى جواد عائلة محترمة وعائلة كلهم أخلاق وذوق، بفتخر فيكم. بعد ما نزلت آخر الوصفات يلي نزلت بالقناة على اليوتيوب، خاصة وصفة بسكويت الزنجبيل والبايلا، كتير اجتني كومنتات يا ليلى عملي معروف عملي البيش دو نويل، لأنه هلأ فترة الأعياد عند أخواننا المسيحيين. إن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. فاليوم رح أعملها وبتمنى من كل قلبي أنه كون عطيتكم الرسالة المضبوطة، وأكيد أنا متأكدة أنه الوصفة اللي حتشوفوها هلأ رح تنجح معكم من أول مرة بإذن الله. وصفة البيش هي من أسهل الوصفات، بيعملوها بفترة الأعياد وبتجتمع العيلة، بتكون على شكل جذع الشجرة. فأنا بحاجة لأربع حبات من البيض، يكون البيض بحرارة الغرفة. إذا البيض عندكم صغير مثل البيض اللي أنا جايبته اليوم فحطوا خمس حبات من البيض. من بدايتي بشتغل بجوط كبير لحتى أكون مرتاحة بالشغل. بحط البيضات بقلب الجوط الكبير، بضيف فوقهم قدر نصف ملعقة من الفانيليا وثلاث ارباع الكوب من السكر. لاحظوا حجم الكوب اللي أنا مستخدمته حبايب قلبي، منه مثل هداك الكوب الكبير اللي مشرب فيه نسكافيه المج، لا هذا بيجي بيشربوا فيه شاي وحليب بهذا القياس. إذا بدكم تستعملوا الأكواب المعيارية بيكون نفس القياس، قياسه بيجي 240 ميل. ومنخفق بهالمرحلة هاي. أنا شعلت الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت لبين ما كانت جهزت الوصفة عندي، وفيني أخفق بالمضرب الكهربائي، فيني أخفق بالمضرب اليدوي، بس بدكم تخفقوا كتير. بالمضرب الكهربائي رح أخفق أنا لمدة 5 دقايق. بسم الله. شايفين القوام كيف صار والحجم كيف زاد؟ هيك بدي القوام أوصله، يعني بتحسوا كأنه صار عندي كريمة. هلأ بدي أضيف له الطحين والكاكاو. بنفس الكباية بدي أضيف كوب من الطحين، دقيق القمح، وربع كوب كاكاو، كاكاو مر غير محلى، وبنخلهم فوق البيض. هالخطوة ضرورية، لازم ننخلهم. برجع بخفقهم. خي ما أحلى الفرن هيك حامي بالمطبخ، عن جد هالوصفات كتير لذيذة بأيام البرد. بخلطهم أول شي مشان ما يطير علينا الطحين والكاكاو. طبعا ما بنسى رشة الملح وبكمل. توتة توتة خلصت الحتوتة، خلص الخليط، رح حطه بصينية الفرن. بصينية الفرن حطيت عليها ورقة الزبدة، ورقة الزبدة كتير ضرورية تنعرف نلفها من بعد ما نخبزها. ومننزل الخليط بنص الصينية. شايفين القوام كيف؟ هيك لازم يكون قوامه، ما لازم تكون أتقل من هيك تتعرف تنمد معنا. ومقاس الصينية اللي أنا عندي إياها هي مقاس صينية الفرن، هي الصينية السوداء اللي موجودة بكل أفران بيوتنا. بجرب مدى بالسباتولا بهي الطريقة وصلها للزوايا، تنمد معي بكل سلاسة لأن العجينة منا قاسية، قوامه منه قاسي. وحطوا ببالكم تظبطوا السطح تاعها، لأنه الشكل اللي منفوتها فيها على الفرن هو بنفس الشكل رح تطلع، لأنه ما فيها بيكنج باودر، ما فيها زيت، ما فيها حليب،
مثل خليط السويسرول. بسم الله، على فرن محمى. قد بتاخد وقت؟ بتاخد وقت 10 دقايق، وفرن عن فرن بيفرق. أنا بفرني بتاخد 10 دقايق وبطلعها مباشرة. بدي أقول شغلي حبايب قلبي، أنا ما بخبي عليكم شي، بالعادة بتاخد معي 10 دقايق، هالمرة أخدت معي 6 دقايق، تخيلوا. فرح طلعها من الفرن، يعني هي بدها مع المراقبة المستمرة. يا سلام، رح أتركها بس تروق نتفي، بعدين رح أرشلها سكر الباودر ولفها. إنه سبحان الله، حتى لو الواحد بيعرف الفرن تاعه، بس ما بعرف الشغلة بترجع لنوعية الطحين، لدرجة برودة الطقس، ما بعرف. يعني بدكن تكونوا بالبيوت عم تشتغلوا بالأفران مع المراقبة المستمرة. بعتقد هلأ راقت نتفة، تركتها شي دقيقتين ومغطية. مجهزة عندي هون سكر بودرة، رح رشلها شوي من السكر البودرة، ما منكتر. ليه؟ لحتى بس بدي لفها ورقة الزبدة ما تلزق على الكيك وبعدين تطلع بقلب ورقة الزبدة ويخرب الشكل. يعني شايفين كأني عم رش على وش المعمول. هالقد تمام. بلش هلا، شايفين عادي جدا جدا سهل التعامل فيها. أنا عم بعطي التركات مشان اللي عم تعملها أول مرة تنجح معكم من أول مرة. ولفوها هي وسخنة، ما تنطروا عليها تتبرد. أول شي بعمل هيك مثل كأنه ساندويشي، برجع بجرب أقبع ورقة الزبدة عن الكيك. خلوا اللف كله بورقة الزبدة مشان ما تتقطع معنا لأنه بعدها سخنة. رائع، شفتوا كيف؟ بلفها بورقتها. رح غطيها بقماشة كمان مشان تبرد على الآخر. بدي الورقة ضل من تحت مشان ما تفتح. تمام، خليها هيك نفس القماشة. شيل الصينية مشان ما تتوسخ الشقفة، خليها على جنب. هلأ حبيب قلبي لبين ما كانت بردت رح أعمل الكريمة، بحب دايما أعملها بهذا البريق، بخفف علي الطرطش. هلأ فينا نستخدم الكريم شانتيه، فينا نستخدم الكريمة السائلة. هاي وزنها بيجي 500 مل، رح حطها مثل ما هي. إجمالاً إذا بدكن يعني نصيحتي بخصوص الكريمة، إذا استعملنا الكريمة السائلة هي أطيب بكتير من الكريمة البودرة. والكريمة طبعاً كانت بالبراد تتعطيني نتيجة أفضل. 500 ميل بيطلعوا تقريباً كبيتين من الكبيات اللي أنا عيرت فيهم قبل شوي. حسيت علبي ما حتكفي، رح حط نص علبة تانية، يعني 3 أكواب، لحتى ما أرجع أخفق مرة تانية وأتعذب. خلص صار عندي 3 أكواب من الكريمة السائلة. والكريمة اللي أنا جايبتها طبعا ما فيها سكر، رح أحط لها قدر ملعقة ونصف من السكر البودرة وبنخفقهم. بس أهم شيء الجاط يلي بده يكون الكريمة فيها بده يكون ناشف، ما بده يكون فيه بقلبه مي لحتى ما تطلع عنا الكريمة ما تجمد مثل ما نحن بدنا. وهول اللي أنا جليتهم كمان نشفتهم منيح، وهلا رح أخفق. حطيت السويسرول برا. في مرة حطيت البنجرة المهلبية برا، في حدا من المتابعات كتبت لي يا ليلى كيف أمنتي وحطيتيها برا، ما بتخافي يجي عليها شيء؟ طيب كيف بده يجي عليها شيء وأنا قدام الشباك؟ ما أنا مزحت من قدام الشباك. فالطقس برا مرمار يا جماعة، بتعرف يعني مرمار؟ جليد. مشان هيك قلت خليها برا مشان خلص وصفتي أنا عبكير. فرح كمل أنا خفاء. وبدي إلكن على شغلة، عندي هون جبنة ماسكاربوني، هي جبنة الماسكاربوني تاريخها رح يخلص، فرح حط أنا مباشرة فوق القشطة وأخفقن مع بعض، وإلا أنتو فيكن تستغنوا عن جبنة الماسكاربوني منا مهمة.
هي بتجي قشطة. إذا ما عندكم هيدا البريق اشتروا منه يا جماعة، يا الله شو بيسهل الشغل. هيك نزلت قالب واحد ومنكمل الخفق. ليكو هوانية، ليكو دخل الله ما أحلاها. هي منا شايفتني ها، بس يمكن بتسمع صوت خفيف. شو يا حلوة؟ بس 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 بس. صباحو، يسعد لي صباحك. حاولي تفضلي، طولتي علي اليوم، ما جيتي من بكير كتير. لشوف شو بدي حط هلا أكل. بيني وبينكم الحكي، قلبي شاككني منها، حسستها منيشني على الكيك وما إلي جلادي أبدا أرجع أعمل وحدة تاني، فرح فوتها لجوا ورح احط لها اكل لها الحلوه. ما احلاها. شايفين القوام كيف صار؟ هيك مفروض يكون قوام الكريمه يلي بدي احطها بالبيش على هالزمهرير يلي برا. انا بقول الكيك برد عنا، فرح افتحها ورح احشيها مباشره، لأنه إذا بتقعد بس دقيقتين برا بتعمل بتسقع، فرح افتحها شوي شوي مشان ما تطقطق. رائعة، اعملوها وبردوا قلبكم بقلبي جامد عقولة أهلنا بمصر. بجيب نفس الصينية وبلش افردها شوي شوي واحشيها. بسم الله. شايفين لأنه حطينا بقلبها سكر الباودر ما عملت، ضلت محافظة ما شققت. رح احشي مثل ما شايفين. انا شو تاركة هون؟ تاركة المضرب الكهربائي بعده. ليه؟ لانه بعد شوي بدي اخلط مع الكريمة كاكاو وبدي ارجع اخفقهم، فرح اخد احتياجي انا من الكريمة السائلة، من الكريمة البيضاء، ويلي بضل بحشي بحطله الكاكاو. إذا كنتوا بدكم تعملوه بالكريمة البودرة جيبوا أنتوا فرد مرة علب على شوكولا أو علب على فانيليا على حليب. أنا أغلبية الأوقات بروح على السوبر ماركت ما بلاقي على شوكولا، فبجيبوا تاع الحليب وأنا بحط له الكاكاو، بيصير عندي كريمة على شوكولا. هلا فينا نحشيها هون، نحشي نحط معها فواكه، وفينا لا نكتفي بس بالكريمة. فينا نحط معها فراولة فريز، فينا نحط معها قطع شوكولا. بتعرفوا شغلي رح احط لها شوية سبرينكلز. هيك هيك موجود عندي، لو مش موجود بستغنى عنه عادي جدا. الاشياء الضرورية بقلكن ضرورية، الاشياء اللي فينا نستغنى عنها بنستغنى، منا هالمشكل يعني. حلقت كفاية. مثل ما شفتوا انا دعمتها كريمة، هي هيك بيلبق لتكون مدعومة بالكريمة. ولو في اي شيء على الاطراف ما تخافوا، هيك هيك نحن بدنا نقص الاطراف. بلفها بس ما بشد عليها، منا ساندويشة هي، يعني بلفها على شكل ساندويشة بس هي منا ساندويشة، بدنا ندير بالنا. ممتاز. هلا باخذها وبحطها بهذا الصحن. حطيتها بالبراد لبين ما كنت عملت الكريمة على الشوكولا. الكميل ضلت عندي، رح ضيف لها 4 ملاعق طعام مليانين من الكاكاو. الكمية حسب الرغبة، زيدوا نقصوا على حسب ما انتو بتحبوا. هلا بشوف انا لونه، اذا حسيته فاتح برجع بزيد، برجع بحط هذا الغطا لانه الكاكاو بده يعدم للدنيا. بسم الله.
رائعة. تمام، هلأ صار كل شي جاهز، ما باقي إلا التزيين. رح بلش أنا حط شوي من الكريمة، حتى ما بدكم أدوات للتزيين، بالملعقة العادية بيمشي الحال. أول شي رح أدهن وشها شوي، ما بيأثر لو تجلغم الصحن يلي تحت، أنا رح أنقلها على صحن نظيف تاني، باخد راحتي بالتزيين وبعدين بنقلها على الصحن اللي بدي إياه. فيني حطها على بورد خشب، فيني حطها على لوحة تقديم، مثل ما بدي. منحط شوي أول شي على الوش من فوق، بعدين بقطع منه جزء، الجزء الأصغر بترك الجزء الأكبر، وبقطع يعني بترك تلتين وبقطع تلت. والمحلات اللي بتكون إذا كان عندكم الكيكة مقطعة شوي، المحلات اللي بتكون مقطعة تلحموها بهاي، هي بتعتبروها مثل التلزيق الكريمة، فيكن تلحموها بالكريمة عادي جدا. اكتبوا لي إذا عبالكم شي نهار زين لكم كيك، كتير إلي مرق بهيك قصص فبعملها، بس ما بعرف ما بيخطر لي صورها. اكتبوا لي إذا بتحبوا أعمل قدامكم كيك، يعني حتى الكيك بينعمل بالبيت، الكيك السبونجي يلي خاص لتزيين مثلا بيستعملوها بالمناسبات، أعراس، حفلات، فحتى الكيك السبونجي تاعه أنا بعمله على إيدي. اكتبوا لي إذا بتحبوا هيك شيء لحتى أعمل لكم إياه وأعمل لكم التزيين تاعه معه. هلا برجع بكمل، بس خليني أول شيء مثل ما قلنا بنترك تلتين، بنقطع تلت. بسم الله، نقطع شوي شوي تما نخبصها وتكون السكينة قوية عنا، بشيلها. مثل ما لاحظتوا أنا قطعتها بشكل موارب، بحطها بهذا الشكل. هلا هي حتلزق، منقربها شوي هيك على النص لحتى نعرف نزينها، فيني زيحها قدمها مثل ما أنا بدي، بشتغل فيها مثل ما أنا بحب عادي جدا. ليكو كل القصص اللي عم تطلع قدامكم أنا حأتركها، ما حشيلها بالإديتينج أبدا، تفرجيكم أنه فينا نشتغل فيها بريحتنا، ناخدها ونجيبها ونحركها. هلا أنا رح أدهنها كلها بالكريمة وبعدين رح أعمل لك خطوط على أساس أنه هي جذع شجرة، بس أول شي بدي مرق الكريمة على كل البيوش. مسكتها من ورا لأنه من ورا لسه ما في كريمة، هي خلص بتكون لزقت لأنه أنا ما حطيتها دغري على الكيك، لأ حطيت كريمة وبعدين لزقتها. لا بدنا قمع تزيين ولا الكيس الحلواني، بالملعقة يلي بناكل فيها. فزحتني البيسي، بحياة الله شوفوا هوينية، نقزتني من قلبي، نقزتني، كنت مركزة بالتزيين فجأة طلعت لفوق. شايفين ما بيتأمن لها؟ شايفينها؟ يا محتالة يا محتالة يا محتالة، وقفتي لي قلبي، لأنه منزلة الأباجور أنا فما حسيت إلا في شي نط يبعت لها الهنا. خليكي واقفة، ها خليكي عم بتونسيني. سبحان الله، بس الواحد يكون هيك بالمطبخ الدنيا كلها سكوت، ما في صوت من غير شر. إذا صارت أي شي بينقصكم، مع إنه ما بيكون بالكم يعني بشي، مركزين بالشغل اللي عم تشتغلوه، بس نقزتني. أنا بالعادي ما بخاف من البسينات يعني، بس هيك الشغلة اللي بتصير على فجأة بتنقز. على فكرة أحيانا هادي بيفوت على المطبخ بينقزني، بيفوت شوي شوي بيلاقيني مركزة يعني باع. فبقول له ما بيسوى ما بيسوى هالشي، ما بيسوى الواحد ينقز التاني. ليش بينفع تاني مرة بينقزني أقوى؟
بتكون التنقيزي هيك محترمة. تعودت على يلا هلا تقريبا أنا غلفتها كلياتها لك، لأنه الكريمة عندي ما شاء الله بيرفكت ممتازة، فما رح عوز أرجع أرد على البرد. قوامة ممتاز، شايفين الكريمة رائعة، هيك بدي قوام الكريمة أنا يكون. إذا كنتوا عم تشتغلوا بكريمة بودرة حطوا السوائل شوي شوي، حطوا الحليب شوي شوي لحتى تحصلوا على القوام السميك يلي منعوزه نحن للتزيين. شو جاي عبالي زين قدامكم كيك، اكتبوا لي إذا بتحبوا لحتى اتشجع وزين. خليني بس غسل ايدي، قال غسل ايدي، قال اخذ عقلي غسل الايدين، انا قصدي غير الكفوف. تعرفوا شغله انا عم بتطلع فيها هيك، عم حس اذا بقصها هيك بشكل موارب رح تطلع عن جد ولا لا. لكم شغله، خليني زينها بعدين منقرر، فيني اعدلها مثل ما بدي استخدام اي شوكه. شوفوا التزيين تبعنا ما احلاه، شوكه ملعقه. كل الزوائد اللي طلعوا برجع بمرقهم على الأطراف أو بردهم على علبة الكريمة. بتبين كأنه جذع شجرة حقيقي. فينا نعملها على فانيليا إذا كنتوا عبالكم تعملوها على فانيليا كمان ممكن، بتكون جذع شجرة بيضة. بس هي إجمالها لتعطيها الهيئة المظبوطة لازم تكون على الشوكولا، بتبين عن جد جذع الشجرة مثل شفناها بأول الفيديو. زينا من هنا، فيني أقول هلا هي خلصت عندي. شوفوا كم شوكة حطيت عندي، حسيت هاي الشوكة السوداء ما رتبت لي، فجبت هاي الشوكة التانية اللي أنا عندي إياها وبشيل بإيدي وبرد على الجاطية اللي فيها الكريمة. فزينتها بهاي الطريقة، شايفين حتى هون عملتها على شكل دائري لحتى تبين انه قلب جذع الشجرة هيك. ليكو كيف انتم عليكم من شكلها هلأ. شوفوا هلأ بس انقلها على صحن نظيف، بياخد عندي سكينة وبشيلها، حبيت شيلها قدامكم لحتى تعرفوا كمان مشان ما تتلبكوا. توتة توتة خلصت الحتوتة. بسم الله، نمسح أطراف الصحن محل ما حملناه. برجع بعدل عليها محل صبيعي. شو رأيكم؟ أحلى بيوش دونويل بأسرع طريقة. أعملوا لها الأطراف هون على شكل دائري والزيادات منشيلها وخلاص. هلأ زينوها بشو ما أنتوا بتحبوا. إذا أنتوا بتحبوا التزيين يعني لسه فوق شكلها، شوفوا أنتوا شو عبالكم تحطوا لها حطوا لها. حاسس جزع شجرة حقيقي للأمانة. شكلها كأنه حقيقي. عم يقول لي عقلي زينا بهول الألعاب اللي بيني وبينكم جبتون من ألعاب ولادي، هذا البنون دونيش. فيني حطوا مثلا هون، هذا كان له منطاد فشلت المنطاد منه، فيني حطه هون كمان. رح اطلع لبرا شوف فيني جيب لي شجرتين صغار، انا ما عندي شجر صغير، رح شوف اذا فيني جيب شجر صغير وزينه فيه. بسم الله، رح اقطف من هالشجرة هاي. والله انا متوقعة اني طلع منها شي حلو، وجايبي مع المقص رح قص شي على شكل شجرة. لا انتو قولوا لي ليكو ما اجملها، كتير حلوة. اذا بدي استعملها للديكور كتير حلوة. جبت هولي ليكو كتير حلوين، شايفين ما اجملهم؟ رح شوك بدي زينهم.
حاخد هاي الصغيرة بلكي بحطها كسابان هون. حلوة انه على شكل سابان الشجرة. حط هيدي، هاي بحطها هون. اكتبولي اذا تزيني عجبكن، ناطرة رأيكم بالكومنتات. ما رح كتر أكتر من هيك بعتقد، ولا خلص لسه بحط شجرة صغيرة. ليكو أنا جايبة شجر كبير وجايبة شجر صغير، بعتقد إذا حطيت هاي هون تطلع حلوة. لا حلوة، ما حدا يقول لي حلوة. شو رأيكم؟ ناطرة رأيكم بالكومنتات، تقولوا لي إذا عجبكم تزييني ولا لا. وطبعا الوصفة ناجحة 100%، ومثل ما قلت لكم استعملوا الكريمة السائلة أطيب. هي صحيح أغلب شوي بس أطيب كطعمة، بتاخدوا نكهة أطيب، يعني مثل كأنه جايبينها من محل حلواني عن جد الجاتو عنده طيبة. فهون أنا رح أنهي الفيديو تبعي حبيب قلبي لهون. بس شو رأيكم قبل ما ننهي نخلي الدنيا تتلج عليهم، تشتي تلج بشوية سكر باودر، منخلي الدنيا تتلج عليهم. أول ما بلشت الدنيا تتلج بيكون هيك الشكل، سكر بودرة. يا سلام، خاصة التلجات مع رجل الثلج. هلا حبايب قلبي بدي أقولكم اني بحبكم كتير، وبرجع بقول لاخواننا المسيحيين كل عام وانتم بخير. وهي الوصفة اللي طلبتوها مني بتمنى أكون قدمتها بطريقة سلسة مثل ما بتكتبولي بالعادة يا ليلى. بس نحضر الوصفة على طريقتك منحس عن جد سهلة، ومنفوت دغري على المطبخ منعملها. فالحمد لله نعمة وفضل من رب العالمين، بشكر الله أنا على هالنعمة. وبعرف أنا عندي متابعين من كل الدول ومن كل الأديان، فأنا كيوتيوبر محتوي جزء منه طبخ، وكتار بيكتبوا لي وبيثقوا فيني وبيثقوا بوصفاتي. من واجبي انا انه انا اقدم هيك وصفات وسهل عليكم. واخر شيء بدي اقول اني بحبكم كثير يا احلى عيلي بكل اليوتيوب. ملتقي معكم على بكره باذن الله بنفس التوقيت. باي. شو كيف؟ حلو حلو مامي؟ ايه يا عيوني انت، عجبتك؟ ايه. كيف عملتي اياه؟ كيف عملتها؟ جبت الشوكة وعملتها. عملتها بالشوكة يا مامي. ايه. ما ذكري هديك على التليفون اجتك صورة عن درب الدبانة. هي مجرة تشبه درب الدبانة بس مش درب الدبانة، هي مش تبيني. مش درب الدبانة، درب التبانة. قلت لك هل هي مش درب التبانة، هي مجرة غير مرة. شو اسمها كانت؟ 13618. هلا بدي اجيكي بنص الطبي اللي اجيتك عليه الصورة، بدي اجيكي وانا مثلا الصورة انا اخذتها وانا قاعد على القمر عم ارجيكي كوكب الارض. انت وقاعد على القمر عم بتفرجيني كوكب الارض؟ هذا التطبيق انا قاعد على القمر. انه شايف صورة. هي وين هي؟ شي فرجينا هيك. يعني هلا انت قاعد على هذا سطح القمر هون. هذا لونه بيج ومسوي شو حلو هذا تطبيق. حبيت، برافو عليك. انتو مستلميني واحد ورا التاني اليوم بالمطبخ. هتكون حطبي عن جد، حطي لي حلوة؟ شو هذا؟ حلوة ولا لا؟ لكم ما أحلى، دغري حمل الشوكة. حملت الشوكة بدك تاكل منها؟ منها؟ منها ما بلتش. ما بدك تقطع؟ ليش هي منها لي؟ كلها لألك يا خز العين، ونحن نتفرج عليك أنت عم تاكل. يلا جيب سكينة وقطع. شو بيسموها؟ بيش.
ديش ديش دو نويل ديش دو نويل الجزع الشجرة. فلأنه كانوا حبايب قلبي طالبين بالكومنتات طلبوها مني كتير مسكين يعني صحيح حقهم ايه والله حقهم ما شاء الله عندك كتير متابعين ويحبوكي كمان الحمد لله فيكي دايما دخيل الله اللي خلقهم. هذا مو ظابط لا بده تلج هسه لك ما احلى انا كنت حاطه تلج دين 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 انا كنت حاطه تلج بس ال شو لك ما احلى نشيل هذا لهون ومنقرب هذا لهون اجواء يا جماعة ما تنسوا تعملوا تفعلوا زر الجرس بقناة ليلى هيدي انا كنت حاطة تلج بس بس شربته الكريمة فيها سكر منيح يعني ايه بس شربته الكريمة خلص ايه بكفي يلا تعال قطع لنا قطع لنشوف قلبها من جوا مع انه انا ما حطيتها بالبراد ها يعني اول باول السكينة كانوا مفضلين لانه انا اي سكينة بجيب له اياها بيقول لي هلا هي السكينة لك يا ليلى جيبي سكينة مثل العالم تقطع أيوة فضل خي الله تعال تعال إياها من هون هيك الميدان أنت عرفت هول الشجرات أول شيء هني شو بين هذا الطوية اللي برا حزرتها يعني هاي عم هولي عم طيب شيلة هاي ما بتتاكل شيلة منظر حلو بعطيها إنه منظر شجرة بقطع أنا ولا بتعرف تقطع أنت هاي بقطع هذا دينا هيك لنقطع أنا وياك هيك أيوة يلا كبسي قوية لتحت فيت الله فرجينا قلبها من جوا هلا شيء غلط انا صح ما معي ما بقى استجيب وحده جديده يا شايف قلبها من جوا على فكره اللي ما بيعرف بيقول كف عدس بيقول كف عدس واللي بيعرف بيعرف يلي ما بيعرف هادي هادي بيموت على شيء اسمه كريمه أنا غرامه كريمة هي الحياة غرامه شيء اسمه كريمة يعني تخيل هي بدون كريمة ما بتاكلها بدي طر اشرب معها يا ميراندا يا فنجان شاي يلا دوق يا نسكافيه دوق ما بتنبلع بالغص هي جت بكل المحلات ما هيك نفس الشيء بل أطيب كان لازم تقول أطيب أنا كنت خايفة بيني وبينكم يسكت هذه كل مرة قال إذا أنا سكتت تعرفوا أنه مش ولا بد بس إذا حكيت معناتها طيبة لحظة شو لحظة خير رفع الأصبع إسا سكر ما بيسوى هلأ تسكر يا هادي لا بدا سكر تلجة الدنيا كتير اليوم بحب التلج لا نحية مناسبة الدنيا ما شاء الله وكام إيه عن جد بارد مرمار أنت ما عرفت شو صار أنا واقفة هون عم صور البيسي نطت لهونيك يا هدي جلطتني وقفت لي قلبي كنت مسترسلي قاعدي عم زين وملتهية والله يا هدي نطت على حفة الشباك وقفت لي قلبي لا صحة وهنا شهيدي لله اسم التاريخ طيبة ألف عافية ليكو أنا بتمنى وحية الله أرفع الكاميرا هيك وفرجيكم نظرات عيونه كيف عم تلمع لأنه جوزي وبعرفه بس تكون الشغلة طيبة عيونه بيلمعوا فكتير حبة لا بس بيلمعوا على الشغلات الطيبة بيلمعوا إجاعة شو بده يلمع لك أنا كل شي طيب بيلمع كل شي طيب بس ما التاني في آخرة لكي بتعرفي شغلة شو حبيبي بيشوفها بيقول عنها أنه لك لعائلة صغيرة بس فعليا لا هيدي شبعتني لانه مثل السويسرول هي السويسرول بقلبها فهي كيك ملفوفه يعني بتشبع فيها دسامه ايه والكريم فريش اللي انا حطيته أنا فيها دسامه يعني بتشبعي انه بتكتفي ايه صح هلا انا هالقطعه خلاص اكتفيت صحيح يعني انا كنت طالعه بوجهه المحلات شوف من هدول وحقها غالي ايه منها رخيصه ابدا بقى طلع فيهم يا عمي هذه اذا بدي اخذها على البيت هذي ما بحط الباق يمكن بزاوية كروشة ما له شيء يعني شو الحكي هذا بس لا ايه مزبوط بتبين صغيرة ثبت الوجه الشرعي انه قطع صغيرة منها يعطيك العافية خلاص ايه لأنه سويسرول قلبها ولأنه كريمة وخاصة إذا معمولة بكريمة سائلية هذي بتحسها دسمة يعني بتطلع طيبة وبتشبع يعني بتشيل بالعيلة بس عجبتني هالفكرة حط بهيك وهيك كانوا مقصوصة من
من جزع شجرة. هي. أنا فوق على السطح. على كنت فوق عم اشتغل بالأرميد. بالجملون. بالجملون في لقيت حطبي تحت. أنا فكرت أول شفتها فكرتها هي. جميك يا هذا حظ جميك يا. لا تكون اللي أنا صورته الصباح. ما بعرف جيبه. يعني حسسني قلبي اللي أنا صورته الصباح طلع هلا لا يجيبه. لا شوف إزراع اليمين يعني مش الحطبة، إزراع اليسار يعني يلي أنا صورت الصبح. لا والله ما راح على اليمين وراح على اليسار. جبتها؟ وينها؟ ما كان هي؟ منين جبتها؟ من حد الموقع دي؟ آه. هي هاي والله. أول ما شفتها قلت يا عمي شو عيني إذا حطه بالصحن عيني شو نشوف شو عيني أم تعبتو ما خطر علي. شفت نفس الشكل هي هي عن جد هي زيتها كأنه تجي هي. أنا ما بعرف هي لشو بترمز يعني عبالي نتثقف بهيد القصص يعني أنا بالنسبة لألي ما بعرف هني أهلنا أخواننا المسيحيين لشو بيرمزوا إنه جزع الشجرة. لا لا عادات حلوة عادي حلوة حلوة يعني شو شجرة يعني 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 البركة يعني يعني الغنى يعني الحياة. شجرة عم تحكي انت يعني حتى بالقرآن شو بيحكي عن ستنا مريم؟ وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ما صحيح يعني معناتها شجرة أكل وشرب وبركة وشو شجرة حياة البركة كلها من الشجرة. بس أنا كان سؤالي إنه ليش الشجرة عاملينا يعني هي اللي بيجدو نوال يعني ليش الجزع الشجرة لشو بتخص هي يعني شو بدك يعني مثلا حجرة مثلا تعطى مثلا ايه مثلا احنا بمكة عنا حجرة هاي الحجرة السوداء شو اسمها الحجر الاسود الحجر ايه نحن مثلا عنا الحجر الاسود تخيل احنا من احنا برمضان حجر اسود نجي نيكله كمان معقول بنعملها يعني. بس بدي اعرف هي الشجرة لا هني فهموا علي اما نحن التفكير هدو ما تكون انا هني فهموا علي اللي هني فهموا علي بدي اعرف ليش انه جزع الشجرة خصصوها بانه يعملوا منها جاتو عبالي اعرف ليش جزع الشجره ليه ما انه مثلا يقولوا ليك هلا ايه عبالي اعرف انه هي شو بتخص لا شو بتدل يعني مثل ما قلت لكم نحن عنا مثلا بالمكه المكرمه عنا الصخره صخره القبه ما هيك ايه القبه الخضراء ان شاء الله الله يطعمنا زياره مكه يا رب. بس انا اللي حابب اعرفه انه شو اسطول البابا نويل شو يعني هذا الرجل زي الاحمر وكذا واللحيه البيضاء انه هو منين اجت الفكره يعني اجت الفكره ايه معك حق نحن بنسمع كثير يعني بنسمع كثير نظريات بس فعليا سما حدا ما حدا قالنا السبب الاساسي لهالفكره هيدي لهالرجل اللي بيلبس الاحمر الرداء الاحمر ولحيته بيضه وبيوزع كادويات ومين اللي طلع بهالفكره منين اجت هالفكره كيف درجوها هلا صارت بس اسمعي بعيد الميلاد تسمعي دغري بابا نويل يعني صح بابا نويل مزبوط بابا نويل عيد ميلاد مزبوط يعني تلج يعني شجره يعني بس يعني كادويات انت بتعرفي كنت عم بسمع خبريه بالنسبه لشجره الميلاد قديمه يعني عم تحكي انت من 100 سنه مفترض يعني كانوا يجيبوا شجره ليله ويعلقوا عليها تفاح اني اخواننا المسيحيين قديمه باوروبا وكذا يعلقوا عليها حب تفاح مثلا او حبوب برتقال او شيء والله قبل ما تدرج الزينه وهالقصص هذه والله كان علقوا علي ما كنت بعرف هالمعلومه انا عم اتخيلها انه شغله حلوه انه هيك كانه شجره تفاح عندك بالبيت بالشتويه وعم تجي تاكلي منها كثير فمشان هيك انا عم بسالهم انه جزع الشجره منين جاي الفكره فاكتبوا لنا البابا نويل وجزع الشجره فكرتها من شو جايه شو اساس الفكره هلا هون طبعا بنعاد عليهم كلهم ان شاء الله يا رب الله يبعث لهم يبعث لنا ايام احلى من هالايام امين رب العالمين ان شاء الله بتمرق الايام الجايه والاعياد الجايه علينا وعليكم بالخير والصحه والعافيه يا رب. هون حبايب قلبي انا بينتهي الفيديو تبعي لليوم بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم الفيديو. اخر شيء بدي اقول اني بحبكم كتير يا عائلتي اللي بفتخر فيها باي. هدو بعلمي قطعة بتشبع بقلك لقلك سمعان مو هون سيدة رجل التلج هذا بعلمي قطعة أشفقته علي أشفقته على رجل التلج الله 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 هي كان لازم تنحط بالبراد بس نحن الحمد لله مستعجلين جادي تنحط بالبراد ايه لازم تنحط بالبراد أنا لأنه زينتها وقطعتها دغري أيوة ما صبرت عليها بس برضو يعني ما شاء الله النتيجة رائعة يا سلام مرحبا سيدة والله لك شي فخامة
طيب. صحة وألف طيب. عافية. ليك على فكرة ما بتشبه الجاتو أنت بتعمليه. أكيد هذا يعني. شيء تاني هذا سويسرول يعني هذا ما فيه جاتو بس ما منه مثل الجاتو هذا. هذا مكوناته ما فيه لا زيت ولا بيكنج باودر ولا بيض ما فيه. لا بدك سكر هيك. لا 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 ميرسي إذا لقالي لا. من هون بتعرفوا ان القطعه منا لالي شوي شوي والله طيب مع السكر من هون بتعرفوا جربي جرب السكر شوفي شو طيب من هون بتعرفوا ان القطعه منا لالي ابدا طيب مع السكر مع الثلج مع الثلج طيب صحه والف انا لا والله تفضل ريتو الف عافيه خلص كلا صحتين مجاري لهنا خير عليك انت ولا والله هي طيبه يمي يمي صحه وهنا